اسمي سيد دابي محمد. دخلت مع هذا السيد كان خدم من الاول، مني كانت دايره بالقصدير ارض بيضاء. دخلت معاه هنا مع سيدي، كان خدم معاه، كان جاب له السلعه ديالو الاملاك ديالو والخدامه، كان حلم وكان شدو كل شيء. المهم على حسابي انا، وكان نسقي السيما ونسقي داك الشيء، كنت بصحتي مزيان. من النهار اللي كملنا سيدي وساكنين في البراكه انا وهاد المراه وهاد البنيسات معايا، هي هذيك. بقينا كذا درنا المرطوب، قال لك دخل لهنا حيدوا البراك. دخلت لهنا نسكن مقابل العمل. اي دابا قال لك ما داخلين صحه، دخلنا لهنا مقابل العمل، احنا خدامين هنا. وقال لك غادي نعطيو، وفي التالي ما غاديش نضيعو معاك، غادي نعطيوك واحد السكينه فين تستقر، غير صغيره زعما. اي هادشي اللي داير معاك. وجمعت له الورق والتصيورات وعقد الزيادات، عطيتهم له باش يديهم لي الصندوق الاجتماعي، الدمج الاجتماعي. من خلى داك الشيء عنده ولا قطعهم ولا ما نعرف ما دار لي ما والو. النهار اللي مشينا نسولو قال كاد الاسم ما كيدورش عندنا بصفه نهائيه، تما دار مش حرقهم ولا قطعهم ولا ما نعرف. بقينا هكاك خدامين معاه، وصلنا لهذا المواصل سهلوا يجيو صحاب لامينيو، صحاب السراجم، صحاب كدا، وكان حل منهم ومقابل معاهم حتى تسالوا. في التالي جاب لي السوارد البراطم، ها ما فاينا وريهم له، جاب لي السوارد باش كنحل. ها قال لي باش تبيع لي البراطم، ها السوارد ديالو. بقيت كنبيع له هنا البراطم، كيبيع ب 5000 درهم للمتر، كيتوالم هو ومرأة ولا راجل ولا هادي، كنعيط له في التليفون، كيجي كيتلاقى معاه، كيفضي معاه، كيمشي عند النوطيل، كيشد داك الفلوس، كيمشي بحالو على لوتوروت. عمرو عطاني حتى 100 درهم من داك البيع، ما كيعطينيش، كيعطيني واحد 34000 ريال في الشهر، حاسب فيها كلش. ولادي كيديروا الميلانج هكا، كيسيقوه وكينظفوه وكيهادي، اللي خدم شي حاجه كيخليها في الارض طايحه، ما كان حتى شي حاجه. خدامين حنا ثلاثة بينا أربعة بينا بعد 34000 ريال، ما كاين لا هادي ولا هاديك ولا والو. أو دابا سيدي مني بعنا له 31 ديال الشقاق، وبعت له كوميرس هو على برا هي 32، ما هادي جا بقى كيتهدد عليا بالإفراغ، جايب لي الشركة. أنا عمري ما شتي شركة، كنشوفو غير هو من نهار فاش سألنا نبنيو. جايب لي ثلاثة طوموبيلات متابعين من تما. ايوا هي هذيك. وانا هنا مرضت، وهنا هنا انت كتشوف ولدي درت العملية على المصران، دابا نوريك صورني من تما، ومقوديني طالعين هابطين بيا في لاهور وانا في الحالة ساكتة. وخلص بنتي هنايا، ها هي اللي مكلفة، حتى هي مني مشيت نعست في المركب داروا لي العملية، ما خليتلوش الأملاك ديالو خاوية. بنتي كتحل للناس اللي جا كتستجبو، وهو كل شيء حتى المصري اللي كيجيبو الناس هي نجيبوه منكم من تما قدام. وجبنا ثلاثة طوموبيلات، بقى كيهدونا هنا بأن تخرجوا. قلنا له خصك تشوف معنا، ماشي انت جبت الراجل للمكتب البلاصتي ودخلت علينا الصحة، ما تحاسبت معنا ما والو، خصك تعطينا الحساب ديالنا وتعطينا الآخر القوانين ديالنا. قال لك لا ما كتسالوني حتى شي حاجة، انا سيدي تخويو عليا وديرو بالك، كخرجنا صحه بالك. قلنا له سيدي جات عطيوني السوارت، قالت له البنت السوارت ما نعطيوكش، ساعه ساعه عطيها من القضاء. كتقول ما كتعرفناش، دخلنا لك واش كاين شي واحد اللي كيقص 13 عام ولدي يدخل صحه على بنادم وما يمشيش يدعي وما يجيبلوش البوليس وما واش هذا الشيء السيفن نط كيفرع البيبان، كيبدل هنا القفوله ويبدل هذيك ملي ما عطيناش السوارت. دابا كيفرع البيبان هذاك الموبل التحتي، ثلاثة د الموبلات كاينين انا ولدي، كلهم كنت مقابل معنا، الاول والثاني هذا والثالث، راه جيت الاعداديه من هنا. جوج والسندوس ثلاثة، هاد الإقامة مكبس بيا غير بوحدي، ما كان داير معايا عصاص، ما داير معايا اللي يعاونني ولا شي حاجة. أنا كليت صحتي ولدي ما عقل عليا حتى واحد،
وفي التالي اللي خديت معاه هو كيخرجني صحه دابا دورك الورقه ولدي جا صيفطوها لنا المفوض من المحكمه جايب لنا فيها تزوير ولا ما نعرفش جايب لنا بالطرد بالطرد. قلنا له احنا يا سيدي ما يمكنناش نخرج نشرد انا ولادي برا نخرجهم، ما عطيتني تعويض، ما عطيتني حقوقي، وسبع شهور يا ولدي الاجره ديالي واكلني فيها ما بغاش يخلصني فيها راه عنده. وانا غير كان الناس الجيران ولا اللي كيدبروا كيدبروا معنا باش نقضيو الغرض ولا يجيبوا لنا شي حاجه ولا الله يكثر خيرهم وخيرك وخير المسلمين اللي في قلبه الرحمه كامل. ودابا ولدي كنطلبوا من المحسنين ونطلبوا من القضاء ومن سيدنا ومن كل شيء يشوفوا هذا القرار فاش رحنا في هذا الظلم فاش مرميين حنا ما دايرين لا بيدنا لا برجلنا. ولدي انت كتشوف دابا انت كتشوف اللاج ديالي ولدي فاش وصلت ومرضت وطاحت صحتي بقيت دابا طايح لا باش نمشي بولادي انا ما عطاني الحقوق ديالي ما عطاني حتى شي حاجه كيهددني بالخروج. وهي جات الورقة دابا دوريها لك يا ولدي تسمي تا هي صورة شوفها وها الصور ديالو ولدي ها كل شيء ديالو هنا ها الورق فين ولدي ديالو ديال 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 الأضواء وداك الشيء ها هي كل شيء هنا كنخلصو ها ها كل شيء ولدي. ودابا ولدي انت كتشوف النظر هذي كنطلبو من المحسنين يجي يعاونونا ويشوفوا اللي في قلبو الرحمة يعاونونا. اخويا انا الوالد ديالي دابا اللي كيقول لك عمره ما خدم معاه وعمره ما كيعرفو ترمالو على الملك ديالو هادو البلانات ديالو منين جاو هاد البلانات هادو الورق ديال السلام اللي بغى يدخل بار تليفون ولا يدخل مكانات ديال الماء ولا ديال الضو ولا اي حاجه مسني فيه ومعترف بهم هو بيدو. واش انت غتعترف وتسلم هاد الشيء لهاد السيد وترميه له هاد الشيء الوراق ديال الضو اللي كنا حنا اللي مكلفين له بهاد الضو كامل هاد الوراق ديال الضو كاملين هاد الشيء حنا اللي مكلفين حنا اللي كنخلصوا له الاملاك ديالو وحنا اللي مقابلين له في الاخر جاينا السيد عبي انك ترامينا له على هاد الشقه ودخلنا حنا وعائلتي لهنايا استدعى جاينا والبارح لهنايا كيقول لك بان حنايا ترمينا على الملك ديالو استدعى جايه كيدير لنا الطرد بالافراغ في اقرب وقت نهار 29 ما قال ها هو ما قال استعجالي بالطرد هي اللي مكلفه بهذا الشيء هو اللي سردنا قال لك بان ترمينا له على الملك ديالو عمر الوالد ديالي ولا حنا خدمنا معاه منين جاونا حنا هاد السوارت هاد الشيء منين جا في الاخر مني ما عطيناش السوارت وقلت له انا الوالد ديالي شنو كنا كنديروا حنا هنايا جاب السيد وفرقع البيبان ودخل واحد اخر للمكتب وحطوه في البلاصه ديال الوالد ديالي منين جانا حنا هاد الحجاج كامله باش بان حنا شدينا وترمينا له على هاد الملك ديالو حنا ما كنطالبوا والو حنا كنطالبوا بحقنا بغينا غير حقنا وبغيت حق الوالد ديالي اللي تضرب هنا ومرض هنا وضربوا سرطان هنا وضربوا ان كونسير في المصران هنايا وحتى واحد ما عقل عليه وفي الاخر جاي كيلوحوا للزنقه. حنا كنطلبوا من المحسنين ومن القضاة ومن سيدنا ومن الحموشي ومن اي واحد كيشوفنا يساعدنا في هذه المصيبه اللي طيحنا فيها.